هاي أنا عليا، هنعمل النهاردة بلاتر مصري أصيل على الفطار، طعمية محشية جبنة رومي وبدنجان مقلي، وهستخدم بوتاجاز لجرمانيا كلاسيكا. عشان نعمل طعمية في البيت ونتأكد إن هي طعمها زي بالظبط الطعمية اللي احنا متعودين عليها من بره البيت، لازم ننقع الفول المدشوش كويس قوي من الليلة اللي قبلها في مية عشان يشيل المرارة كلها. بعد ما الفول بيتصفى بنحط خضرة كتير قوي على الطعمية عشان نضمن إن طعمها يبقى متوازن ومفيش مرارة خالص من الفول. تيب مهم قوي عشان نتأكد ان الطعمية تنفش معانا في الزيت وما تكتمش، ان احنا نزود لها بيكربوناته او صودا بايكربونات في العجينة نفسها، وكمان مع الخضرة نحط كرات ان بيديلها لون اخضر حلو قوي وبيظبط الطعم. فكرة الجبنة الرومي جوه الطعمية ان هي حشو مختلف وبتظبط الملوحة بتاعتها. هنحط على الطعمية رشة سمسم، ولو مش هنحمرها على طول يستحسن ندخلها التلاجة عشان تمسك نفسها وما تنزلش مية كتير. البدنجان المقلي هو بدنجان مقلي تقليدي بالخل والثوم، بس بدل ما نحط خل ابيض حطينا خل عنب عشان يدي فليفر احلى، وبدل ما نحط شطه عاديه حطينا تشيلي فليكس عشان يبقى طعمها مش مشطشط قوي. عشان نحمر الطعميه والبدنجان هنسخن الزيت كويس. الميزه في بوتاجاز لجرمانيا ان في مسافات بين العيون المختلفه، فبقدر اعمل الاثنين في نفس الوقت. عشان الطعميه بتحتاج زيت سخن قوي هستخدم العين المزدوجه عشان الزيت يسخن بسرعه. حوامل بوتاجاز لجرمانيا معموله من الكاست ايرون، فببقى مطمنه وانا بعمل الديب فراينج لان الطاسات اللي فيها الزيت بتبقى ثابته تماما. عشان البلاتر او وجبه الفطار دي تبقى كامله بنحط معاهم طحينه، بصل، طماطم، جرجير وعيش بلدي. وبالهنا والشفا. La Germania, the kitchen genius.